ازيكم عاملين ايه؟ لما نكون مستعجلين كالعادة وجاية من شغلك مستعجلة جدا ومش فاضية، هنعمل اسرع فراخ مشوية ما تاخدش في ايدينا ربع ساعة. حطيت الوراك، انا كنت جايبه وراك النهارده غسلتها حلو قوي، حطيتها في حله، قطعت عليها 4 طماطميات، فلفلتين رومي، بصلتين كبار، ملح وفلفل، حبه سكر صغيرين، ممكن تحطي قرفه ورق لوري، وهنقلب قوي من غير مواد دهنيه خالص، مش هنحط لا زيت ولا سمن، هكتفي بس بدهون الفراخ، وعلى نار عاليه ابتدي اقلب اقلب لحد اللون الوراك ما تتغير او الفرخه ما تتغير، ونبتدي ننزل بالميه السخنه او ميه ساقعه مش مشكله، بس من تغطيش الفراخ. ايه ده؟ لا انا مش عايزه الفراخ تتغطى، مش عايزه اعمل شوربه، هسيبها تغلي، ومجرد ما تغلي هنا بقول لك بصي في لونها غير ولونها ما غيرش، هنا بقى لونها غير كله، فنبتدي بقى ايه، خلاص وابتدت تشرب الميه، هننزل بالميه. بصي ازاي الفراخ من فوق ما فيهاش ميه، عارفين زي ما بنعمل اللحمه البارده، انا عايزاها كده. وهنبصي مجرد ما تغلي، شوفي هي نزلت ميه ازاي بقى كلها عملت، نوطي عليها النار ونسيبها تتدمس، حاجه من الاتنين، يا تسويها كده بعد ما يا تاكليها كده بعد ما تستوي، يا اما تاخديها زي ما انا هعمل كده وتروحي حطاها في القلايه الكهربائيه، او تحطيها تحت الشوايه والصوص ده، تعملي شويه مكرونه مسلوقين وتحطي عليها الصوص ده، يبقى تحفه. جربوا الاكله دي، رائعه وسهله، ما خدتش في ايدي ربع ساعه او تلت ساعه، وكانت اسهل فراخ اتعملت وطعمها رائع جدا، جنبها شويه سلطه في زي ما بيقولوا الصيف والحر، ومش عايزين نقف في المطبخ كتير. جربوها، بتتاكل بالطريقتين، زي مشويه او كده بالمنظر ده، او مسلوقه في الحله زي ما هي محطوطه جنب شويه مكرونه. الف هنا وشفا ليكم، جربوها، ما تنسوش لايك واشتراكات كتير، بحبكم قد الدنيا دي كلها، انا حنان رمضان.